متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت إلى تكاثر كميات من السحب المتوسطة والعالية ذات الارتفاعات المختلفة، وكان جزء منها ممطر في بعض مناطق المملكة، سواء المناطق الوسطى أو المناطق الشمالية من المملكة. هذه السحب تخللها بعض الخلايا الرعدية في المناطق الشمالية، إذاما ببدء حالة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تتطور خلال اليومين القادمين، تشمل أيضا بذلك بعض المناطق الجنوبية الغربية للمملكة. توقعات الهطولات المطرية خلال 48 ساعة القادمة، خلال ساعات مساء هذا اليوم الثلاثاء تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار، ربما تكون رعدية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية، تشمل بذلك أيضا أجزاء من حائل ومناطق الحدود الشمالية، وتزداد رقعة هذه الأمطار مع ساعات الليل كما تلاحظون، تشمل أيضا الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. جميع هذه المناطق تكون فيها الفرصة مهيئة لأن تشهد زخات محلية من الأمطار، ربما تكون رعدية الطابع في بعض المناطق. خلال ساعات صباح يوم غد الأربعاء تتطور تدريجيا حالة أوسع من عدم الاستقرار الجوي، بذلك تشمل المناطق الشرقية من المملكة بما فيها مناطق الدمام، ومن ثم لاحقا خلال ساعات النهار ربما تصل أجزاء من الرياض، وأيضا كما تلاحظون مناطق حفر الباطن، مناطق حائل، إضافة إلى مناطق عرعر والجوف، وانتقالا المناطق الجنوبية الغربية من محافظة الرياض ما فيها مناطق قريبة من وادي الدواسر، مناطق نجران والمناطق الحدودية مع الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية للمملكة. جميع هذه المناطق مهيئة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر يوم غدا لأن تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي يحدث على إثرها هطول زخات محلية رعدية من الأمطار، لا يستبعد أحيانا تكون بعض من هذه الزخات غزيرة وتسبق بنشاط في سرعة الرياح التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بمشية الله تعالى. مع ساعات الليل تبقى الفرصة مهيئة في العاصمة الرياض لأن تشهد غدا ليلا زخات رعدية من الأمطار كما نلاحظ، بإضافة إلى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة الرياض. أما هذه الليلة فالطقس سيكون غالبا صافي في ساعات متأخرة هذه الليل، يكون هناك فرصة ضعيفة لزخات محلية من الأمطار في ساعات الأولى من هذه الليلة في العاصمة الرياض، إنما السمة الأساسية لأجواء هذه الليلة تكون أجواء فيها غالبا صافية، درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية في العاصمة الرياض. غدا يتوقع أن تتأثر مناطق مختلفة من شمال ووسط وشرق المملكة، بالإضافة لبعض الأجزاء الجنوبية بما فيها الجنوبية الشرقية والغربية منها، بحالة من عدم الاستقرار الجوي يحدث على إثرها هطولات مطرية رعدية في مناطق عشوائية تكون غزيرة في مناطق ومنطقة جغرافية معينة. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، نبدأها من الشمال في سكاكا 32-19 مع فرصة لأمطار رعدية، عرعر كذلك أمر 31-19، في تبوك من 31-18، لكن الأجواء غالبا مشمسة خلال ساعات النهار. في جدة غدا 37-25، في المدينة المنورة من 35-23 مع أتربة مثارة، كذلك الأمر هو في مكة المكرمة من 39-28، في الطائف من 30-19 درجة مئوية. فرص للأمطار الرعدية في بعض مناطق جنوب غرب المملكة 27-18 في أبها، 27-19 في الباحة، 35-30 في منطقة جازان، وأمطار متوقع أن تكون في منطقة نجران بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى المناطق الشرقية، الإحساء هناك فرصة للأمطار الرعدية خاصة مع ساعات المساء والليل 38-29، في الدمام كذلك الأمر 37-28، أما في حفر الباطن فتكون من 36-23 مع فرصة أيضا لوجود بعض الأتربة والرمال المثارة بالإضافة للأمطار الرعدية. غدا العاصمة الرياض تزداد فيها حدة الأحوال الجوية غير المستقرة سيما مع ساعات ما بعد الظهر، والفرصة مهيئة لأمطار رعدية مع أتربة مثارة من 36-25، في القصيم من 37-23 مع أتربة مثارة، وفي حائل 31-18 مع طقس مغبر وفرصة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. نتعرف سويا على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. إذا غدا من 36-25 مع فرص الأمطار الرعدية خاصة مع ساعات الليل، طقس مغبر يوم الخميس مع 37 درجة مئوية نهارا وليلا 24 درجة مئوية. هناك حالة ربما تكون أقوى من حالة يوم الأربعاء لعدم الاستقرار الجوي على العاصمة الرياض نهار يوم الجمعة مع 35 نهارا و 21 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.